الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبتي الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم في هذا المقطع القصير والمكثف إلى حد ما يسمى بالحل الأساسي Basic Solution لمسألة النقل بطريقة أقصى زاوية شمالية غربية The Northwest Corner Method. على بركة الله نبدأ. الآن يقوم الحل الأساسي الممكن، ما يسمى Basic Feasible Solution لمسألة النقل المتزنة، وهنا أؤكد على أنها متزنة، بنسميها احنا Balanced Transportation Model، بطريقة أقصى زاوية شمالية غربية على الخطوات الآتية. الآن يعني ربما تكون خطوات كتابة وقراءة غامضة، لكن عندما نبحثها بالجدول الآن ستكون هينة جدا إن شاء الله. أولا، تحديد أقصى زاوية غربية شمالية، ما يسمى بالNorthwest Corner Method هنا، من جدول الكميات الذي سأبينه بعد قليل، وتخصيص كمية للخانة التي تقع في هذه الزاوية بحيث تكون هذه الكمية أكبر كمية ممكنة، لا تجعل إحدى القيم المقابلة لها أفقيا إلى اليمين وعموديا إلى الأسفل أقل من صفر، سأبين ذلك بعد قليل. الخطوة الثانية، طرح القيمة القصوى المخصصة التي خصصناها في الزاوية الشمالية الغربية، بنطرحها من القيمة الأفقية والقيمة الرأسية وشط بالعمود أو الصف الذي تكون نتيجته صفرا. ثالثا، إذا بقيت خانة واحدة غير مشطوبة تشطب وتنتهي العملية، بخلاف ذلك نعود إلى الخطوة الأولى. سأبين الآن في هذا الجدول على عجالة ثم أنتقل إلى المثال الموسع. هذا الآن عندي جدول ما يسمى التابلو، جدول الكميات لمسألة نقل. لنفترض الآن بأن العرض هنا supply كان 10 والطلب كان 5، يعني الكمية المعروضة هنا 10، الكمية المطلوبة هنا 5. نأتي الآن على هذه الزاوية، هذه الآن لاحظوا لي هذه زاوية وهذه زاوية هذه زاوية هذه زاوية. الآن هذه الزاوية هي أقصى زاوية شمالية غربية، شمالية للأعلى وغربية إلى اليسار حسب يعني فهمنا الخرائط. فالسؤال البسيط، ما هي أقصى قيمة يمكن أن نخصصها هنا من هذه القيمة أو من هذه القيمة بحيث لا تكون إحداها صفر أقل من صفر فأكيد يعني الآن هذه 5 وهذه 10، أقصى ما يمكن أن نخصصه لهذه الخانة هي 5، بحيث أنه إذا طرحناها تكون صفرا هنا وهنا بتكون 5. فبالتالي الآن نضع هنا 5، إذا طرحنا الآن 10 مطروح منها 5 تصبح تساوي 5، وهنا 5 ناقص 5 مطروح منها 5 تصبح صفرا، إذا هي صفرا. إذا الآن هذا العمود الآن هنا صفرا، يشطب هذا العمود بالكامل، يبقى عند الخانات 1 2 3 4 5 6 7 8 9، 9 خانات. الآن لنفترض بأن الآن الطلب هنا كان 8 وعفوا هنا 8، هنا وضعنا 8. الآن نأتي على الزاوية هذه، أقصى زاوية شمالية غربية مما تبقى من الجدول، لأنه احنا شطبنا هذا العمود، بقي عندنا 3 هنا 3 هنا 3 هنا، وبالتالي هذه الزاوية المعنية بالأمر اللي هي أقصى زاوية شمالية غربية، فما هي القيمة التي يجب أن نخصصها بحيث لا تكون واحدة من هذه القيم واحدة من هذه القيم أقل من صفر؟ بالتأكيد 5. بعد ما طرحنا وضعنا 5، الآن نطرح 8 ناقص 5 و 5 ناقص 5، هذا الآن 8 ناقص 5 تصبح ماذا؟ تساوي 3، و 5 ناقص 5 أو مطروح منها 5 تساوي 0، إذا يصبح 0. إذا هذا الصف اللي أصبح 0 لم نشطبه بالكامل، لاحظوا بس هنا قيمة 5 وهنا قيمة 5. الآن نأتي على المثال الموسع، المثال الموسع في ما تبقى من هذا المقطع. هنا الآن نقوم في هذا التمرين بإيجاد الحل الأساسي، أرجو التأكيد هنا على الحل الأساسي الممكن Basic Feasible Solution لمسألة النقل بطريقة أقصى زاوية شمالية غربية Northwest Corner Method، مع التأكيد بأن الحل الأساسي لا يغني عن الأمثل. عندما نتحدث عن الحل الأساسي Basic Solution، معناته هناك حل للمسألة لكنه ليس الحل الأمثل بالضرورة، وبالتالي لابد أن نبحث عن الحل الأمثل، لكن هذا بعطينا ما يسمى بطرف الخيط، أوكي، بداية الطريق للوصول إلى الحل الأمثل.
هنا الآن نفترض وجود البيانات الآتي عن مسألة نقل متزنة. هنا أؤكد balance transportation problem متزنة بمعنى آخر، بأن الكميات المطلوبة تساوي الكميات المعروضة، أي الكميات المطلوبة والكميات المعروضة متساوية. هذا هو الجدول الآن، جدول الكميات. على الطرف الأيمن من الجدول نضع supply أو الكميات المعروضة. الكمية المعروضة من خلينا نقول المصنع الأول أو البلد الأولى أو البلانت الأولانية 15، الكمية المعروضة من المصنع الثاني أو الجهة الأولى الثانية عفوا 3، والكمية المعروضة من الجهة الثالثة أو المصنع الثالث يساوي 9. لاحظوا لي هنا 15 زائد 3 18 زائد 9 يساوي 27، لأنها متزنة يجب أن تكون الكميات المطلوبة كذلك من 27. هنا الكميات المطلوبة الآن demand يساوي 6، هنا demand يساوي 12، demand يساوي 6 والديماند يساوي 3. إذا جمعناها 6 زائد 12 18 زائد 6 24 زائد 3 27، إذا الكميات المطلوبة المعروضة تساوي الكميات المطلوبة تساوي 27. الآن نأتي على أقصى زاوية شمالية غربية North West Corner Method، هنا هذه ها. نأتي إلى هذه الزاوية لأن هذه أقصى زاوية شمالية غربية. نطرح السؤال لأنه الآن الكمية الأفقية supply 15 والطلب العمودي هنا 6، فما هي أقصى قيمة يجب أن نخصصها لهذه الخانة بحيث لا تكون واحدة من هون supply أو demand أقل من صفر؟ بالتأكيد الآن 6، وضعنا 6. عندما نطرح الآن 15 نطرح منها 6 والستة نطرح منها 6، بكون هنا 15 ناقص 6 يساوي 9 وهي 0. نحضر هنا عندما طرحنا 6 هذه الستة نطرح منها هذه الستة تساوي 0، وهنا 15 مطروح منها 6 يساوي 9. إذن الآن العمود الذي فيه 0 هذا هو الديماند يساوي 0، نشطب هذا العمود نبقي على ما يعني هنا 9 هذولا، فهذا العمود انشطب ضللناه. أوكي، بقي عندي 9 خانات. نأتي على الخانة هذه الآن، الخانة هذه طبعا أو ما تبقى من الجدول، هذه الخانة هي الأقصى خانة زاوية شمالية غربية، هذه أقصى زاوية شمالية غربية هنا. فالسؤال البسيط، ما هي الكمية التي يجب أن نخصصها هنا بحيث الآن لا تكون هذه السبلاي أو الديمان صفرة أقل من صفر؟ فلاحظوا للتسعة، إذا وضعنا هنا 9 فهذا الآن طرحنا 9 من 9 تصبح 0 وهذه 12 تصبح 3، فإذا هاي 12 الآن هنا أصبحت 3 لأنه طرحنا 12 ناقص 9 يساوي 3 وهاي 9 تصبح 0. بما أنه هذا كله أصبح 0 وهذا بقي هذا، إذا بنضلل هذا العمود الأفق عفوا هذا الصف، يبقى لدينا 6 خانات، والست خانات هذه أقصى زاوية شمالية غربية. لاحظوا لي هنا 3 وهنا 3، معنى ذلك أنه لا يمكن أن نخصص أكثر من 3، هنا 3 إذن هذا يصبح 0 وهذا يصبح 0، هنا الآن هذا أصبح 0 هنا لاحظوا لي 0 وهنا يصبح 0، وبالتالي عندي هنا 0 وهنا 0. أيهما أشطب؟ إذا أمعنا النظر فمن الأفضل أن نشطب الصف وليس العمود، لأنه بفيدني أفضل، بكون الحل أهون، وبالتالي هنا بنشطب هذا الصف، يبقى عندنا 3 خانات. هاي الخانة أقصى زاوية شمالية غربية، هذه الخانة هنا. ما هي الكمية، أقصى كمية يمكن أن نخصصها بحيث لا يكون هنا هذه أو هذه أقل من صفر؟ أكيد صفر، فوضعنا صفر، يبقى الصفر صفر، وهنا 9 سالب صفر تبقى 9، وبالتالي نشطب هذه الخانة. بقي خانتان، الخانة هذه والخانة هذه، لكن هذه أقصى زاوية شمالية غربية هنا. فلأنه عندي 6 هنا و 9، أقصى كمية نضعها هنا 6، فعندما نضع 6 هذه تصبح 3، لأنه نطرح 9 ناقص 6 تصبح 3، و 6 ناقص 6 أو 6 سالب 6 تساوي 3، إذن هذه الآن أصبحت 3 وهذه 0. فالآن نشطب هذه الصف، بقي هذه آخر خانة وهي الوحيدة الموجودة، فلا بد أن نضع الثلاثة هنا، هنا ثلاثة تصبح هذه صفرا وهذه صفرا، إذن هذه صفرا وهذه صفرا، بنكون قد أكملنا الآن الحل، حصلنا على
الصف الأول عمود الأول، صف الأول عمود الثاني، وهكذا. هنا طبعا أصفار بتكون صفر صفر صفر، حتى وأنه خصصنا صفر الفراغات مع الأصفار تساوي أصفار. كيف نفسر الآن هذه النتيجة؟ الآن لاحظوا لي هنا هذا الصف الأول العمود الأول، الصف الأول عمود الثاني، الصف الأول عمود الثالث، الصف الأول عمود الرابع. إذا هنا x11 x12 x13 x14 x11 x12 x13 x14 وهكذا. فبتكون هنا x11 6، وضعناها 6. هنا الآن x12 بدل 1 1 هنا بصير 1 2 9. اوكي، هنا بدلها 0، إذا x13 تساوي 0، x14 تساوي 0، هنا x21 تساوي 0، x22 تساوي 3، x23 تساوي 0، x24 تساوي 0، x2 عفوا 2 3 2 4 هلا 3 1 هذه 3 تساوي 0 وهنا 0 وهنا الآن 6، x3 3 تساوي 6، وأخيرا x3 4 تساوي 3 عفوا. إذا جمعناها قبل قليل قلت لكم أنه التوتال سبلاي يساوي التوتال ديمان يساوي 27، كان مجموع السبلاي من كل الأطراف ومجموع الديمان من كل الأطراف يساوي 27. هنا لاحظوا لي عندما نجمعها بتكون بالحالة هاي توتال سبلاي يساوي توتال ديمان يساوي 27، 6 و 9 15 و 3 18 و 4 و 6 و 6 24 3 27. هذا مهم جدا تذكروها أحبتي. هذه الطريقة بنسميها إحنا الحل الأساسي، يعني القيم هذه التي تؤكد بأن هناك حل، لكنه لا يغني عن الحل الأمثل، لكن هذه القيم الأساسية التي تبين بأن هذه المسألة قابلة للحل. أكون بذلك قد انتهيت، لكن قبل النهاية أذكر هنا تكمن مزايا هذه الطريقة في بساطتها، لكنها لا تستغل كل المعلومات في المسألة تحت الدراسة، ولا تؤدي إلا إلى الحل الأساسي. ليس هذا غنيا عن الحل الأمثل، وإلى لقاء آخر في مسألة إن شاء الله رح نصل الحل الأمثل به بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.